من جبال الأطلس المتوسط قرية أيت سيوانت، الطريق إلى أخطر العيون المعلقة بالمغرب من أجل قطرة مياه صالحة للشرب. تابعونا السبت مساء. أكثر حاجة كتخلعني في هذه المنطقة هي هذه البلاصة فيها الحملة، إذا مشات تحت الشتا مجهد وجات الحملة يعني راه غادي تكون طبعا النهاية ديالنا في هذه المنطقة هذه في هذه البلاصة، النهاية ديالنا أنا والوالدة إلا كتب الله، راه ما عندنا حتى شي هروب.